السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلث لايف. كعادتنا في هذا البرنامج بالفقرة الأولى نتكلم وياكم عن بعض المواضيع ونعطيكم بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم بحياتكم اليومية الصحية والرياضية، وأيضا عندنا بالفقرة الثانية نجهز لكم بعض التمارين اللي تقدرون تمارسونها بأي وقت يناسبكم سواء داخل النادي أو بالبيت. اليوم راح نتكلم وياكم بالفقرة الأولى عن تمرين المبتدئين، وراح نشرح هذا التمرين وراح نقسم مرحلة المبتدئين إلى خلينا نقول بعض المراحل عشان نعرف أنت أو عشان أنت تعرف أنت بأي مرحلة وشنو الشغلات اللي ممكن تفيدك من خلال هذه المرحلة. أول شيء بالنسبة حق تمرين المبتدئين، إحنا الحين راح نتكلم عن الناس اللي هم ما مارسوا رياضة من قبل نهائياً وأول مرة يمارسون رياضة سواء بالبيت أو بالنادي أو بأي مكان، واليوم راح نتكلم بشكل شوي أكبر عن تمارين المقاومة. بالبداية حق الإنسان اللي هم توهم أو حق الشخص اللي هو توه يمارس رياضة المقاومة، عندنا أول أسبوعين إلى أول شهر أنت ما تحتاج تبلش بأوزان ثقيلة، ما تحتاج تبلش حتى بأوزان متوسطة، لازم تبلش تمارينك للمقاومة بأوزان جدا بسيطة والجدول ما يكون معقد وتلعب على التمارين الأساسية لكل عضلة. طبعا عندنا نوعين أو أكثر من نوع من الجداول التدريبية، خلينا نتكلم عن النوع الأول اللي هو النوع الشامل اللي عادة في بعض النوادي الصحية يخليك تدش بأكثر من تمرين لأكثر من عضلة كل يوم وترد تعيد هذه التمارين لمدة لا تقل عن أسبوع، ولازم اللي تركز عليه أن الأوزان تكون جداً خفيفة. الشيء الثاني أو الجدول الثاني اللي هو تتمرن عضلة واحدة باليوم لكن تركيزها شوي يكون عالي، من 3 إلى 4 تمارين ماكسيمم، لازم ما تزيد عن 4 تمارين إذا كانت العضلة كبيرة. إذا كانت العضلة صغيرة خلينا نقول مثل البايسبس الترايسبس عندنا البطات خلينا نقول المثلثات، تمرينين يكونون جداً كافين، لا تزيد عن هذا الموضوع. ليش؟ عشان أنت الحين بالفترة الأولى أنت قاعد تهيئ عضلاتك، قاعد تحاول أنك تقويهم خلينا نقول حبة حبة عشان لا تحوشك إصابات ونبتعد عن الموضوع هذا، فلازم التقوية تكون بشكل تدريجي. نفس الوقت هم لا يحوشك تمزق أو خلينا نقول تلف عضلي جداً كبير وبعدها ما تقدر تتحرك أو ما تقدر تروح النادي أو ما تقدر تكمل على تمارين المقاومة لأن جسمك راح يعورك بشكل جداً كبير. زين، الشيء المرحلة الثانية هنتكلم عنها اللي هو نفس الشخص المبتدئ لكن صار له فترة هو يتمرن، لكن صار له فترة هم قاطع وراد يبي يتمرن مرة ثانية إلى تمارين المقاومة، نفس الموضوع، ندش بالتمارين أو بالجدول بشكل تدريجي. أول أسبوع تكون الأوزان خفيفة، لكن اللي يفرق هني إن أنا ثاني أسبوع وثالث أسبوع أقدر أصعد تدريجي بالأوزان لين نرجع حق أوزاننا السابقة، من بعد الشهر تقدر ترتفع بالأوزان وما عندك أي مشكلة. المرحلة الثالثة اللي هو خلينا نقول تقريباً أنت عديت شهرين أو 3 شهور بالنادي، أنت للحين تعتبر مستوى المبتدئ وراح أشرح لكم ليش. إحنا تكلمنا عن التغيير في الكتلة العضلية أو في الحجم العضلي، شنو المتطلبات اللي يلزم هذا الموضوع، وقلنا شنو الشغلات اللي أنا لازم أسويها أثناء التمرين عشان أزيد من الكتلة العضلية. إذا أنا كنت للحين في 3 شهور بالنادي فأنت معناته أن للحين كل تمرين من تزيد بس الوزن عندك بالنسبة لك وتأديه بشكل صحيح راح يحوشك التلف العضلي بدون لا تحتاج أنك تسوي شغلات إكسترا وشغلات زيادة اللي قاعد يسوونها المحترفين. فبمجرد أنك أنت تدش خلينا نقول حق العضلة الكبيرة مثل الظهر الصدر الأكتاف الريول وتعطيها تقريبا من 4 إلى 5 تمارين، هذا شيء جدا كافي مع الوقت في زيادة بس الأوزان، هذا اللي أنت تحتاجه بالفترة الحالية. العضلات الصغيرة لو نصل لـ3 تمارين بكل تمرين تعطي العضلة حقها وتحاول مع الوقت أنك أنت تزيد بالأوزان، هم أنت هني في مرحلة البناء العضلي لأن للحين جسمك ما تكيف على نوعية هذه التمارين، للحين الأوزان عندك بالنسبة لك قاعد تزيد، وهذا العامل الوحيد اللي أنت المفروض في هذه الفترة ترتكز عليه. زين، شنو اللي يفرق تمرينك أنت كإنسان مبتدئ مع تمرين الشخص المحترف أو الشخص اللي صار له فترة جدا طويلة وهو يمارس لعبة المقاومة أو رياضة المقاومة أو الحديد
وغيره. انت عندك بس زياده الاوزان وتركيزك على تاديه التمارين راح يزيد من كتلتك العضليه وبنائك العضلي، لكن الشخص اللي صار له فتره جدا طويله وهو يمارس هذه التمارين، الجسم راح يتكيف على هذه النوعيه من التمارين، فهو هني مضطر انه هو يدخل نوعيه تمارين مختلفه انت ما انت بحاجه لها بالوقت الحالي. مثل شنو؟ مثل تمارين السوبر ست اللي هو يدخل اكثر من تمرين بنفس الوقت حق العضله. ليش؟ عشان يزيد تنشن على العضله او يزيد التليف او التلف العضلي من خلال تاديه هذا التمرين. نفس الشيء لما يعطي العضله اكثر من 5 أو 6 تمارين انت ما انت بحاجه حق هذا الموضوع. نفس الشيء لما يكون في عنده بوز او لما يوقف بالوزن ويحاول يثبت بالطريقه هذه اكثر من خلينا نقول ثانيه وهو يؤدي هذه التمارين، نفس الشيء هو قاعد يحط تنشن على العضله. ففي بعض التمارين هو يغيرها بطريقه او باسلوب معين ويدخل بعض التكنيكات او بعض التطبيقات اللي هي تزيد خلينا نقول من التليف من التلف العضلي، اللي هي تزيد من خلينا نقول التنشن على العضله، بحيث انه هو يقدر يطور من عضلاته بنفس الوقت والجسم ما يتكيف على طريقه التمرين. انت راح تحتاج الى هذه الانواع من التمارين، لكن بعد فتره من توصل الى مرحله ان جسمك خلاص تكيف على نوعيه التمارين اللي انت قاعد تمارسها، وعاده هالموضوع يحتاج خلينا نقول من 3 شهور الى 6 شهور من بعد هذه المده او هذه الفتره، هني انت تحتاج انك تدخل هذه النوعيه من التمارين عشان خلينا نقول يدش جسمك بمرحله جديده وما يتكيف من خلال تاديه هذه التمارين ويزيد بناء للعضلات وزياده الحجم العضلي. وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه. في هذه الفقره مجهز لكم تمارين حق عضله المعده وحق عضلات الاجناب اللي عندي. التمرين كله عباره عن تمرينين، راح اسوي 4 جولات، اقدر اريح بينهم او اقدر ازيد من شدتها بشكل وايد كبير واسوي ال4 جولات على طول ورا بعض لين اخلص تمريني بالكامل. اللي احتاجه منك اللي هو المات اللي على الارض اللي راح نسويه اول شيء. اذا كنت مستوى مبتدئ راح تثبت بالارض 15 ثانيه، إذا كنت مستوى متقدم راح تثبت على الأرض 45 ثانية. راح نسوي وياكم مستوى المبتدئ، راح أحط إيدي بالشكل هذا على الجنب وراح أبلش بركبي بالشكل هذا أو أثبت بالشكل هذا لمدة 15 ثانية. دائما أركز أن حوضي كله مرتفع، ما يكون نازل أو جسمي مقوس. الحين نخلص ال 15 ثانية، تقدر تزيد إذا حسيت إنه شوية، تقدر توصل 30 أو تقدر تسوي ل 45 ثانية. بعدها راح ننتقل حق تمريننا الثاني اللي راح نسويه. راح نسدح على ظهرنا بالشكل هذا. إذا كنت مستوى مبتدئ تقدر تكتفي بس ب10 تكرارات، إذا كنت متقدم تقدر تكتفي ب20 تكرار إلى 30 تكرار. راح أخلي إيدي بالشكل هذا، ركبي تكون مثنية، أنزل لتحت وأصعد لفوق وأرد مرة ثانية أنزل، أفتح ريلي شوية بكل مرة أنزل فيها. أسوي لين أخلص ال10 تكرارات. خلصنا، بعدين راح نشتغل على الجانب الثاني واسوي السادة الثاني نفس التمرين اللي سويناه اول مره. تقدر توصل ل 15 وتوقف او تكمل ل 45 ثانيه بعدها توقف. نفس ما قلنا حوضي دائما يكون مرتفع على الارض، لا يكون مقوس لتحت. نخلص من ال 15 ثانيه ونرد نعيد التمرين الأول أو التمرين الثاني مرة ثانية.
ونسوي ريفرس كرانشز. نفس الشيء راح اسوي 10 تكرارات. نخلص من العشرة، الحين نقدر نريح دقيقة ماكسيموم دقيقتين، وأقدر أرد أتمرن على طول لين أخلص الأربع جولات. كانت هذه فقرتنا الرياضية، وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله بحلقات جديدة، مع السلامة.